مساء الخير اصدقاء، الله يعطيكم العافيه. ظهر معنا سكن الار بي 50 بالسيزون التاسع. اليوم راح نشاهد مع بعض الاضافات الجديده اللي نزلت على نسخه البيتا يلي عم نصور لكم منها التسريبات بشكل كامل وحصري. الحمد لله 400 شباب بقناتنا مع كل الاضافات اللي راح تكون معنا بالرويال باس السيزون التاسع. نشوفها بهالفيديو هذا باذن الله تعالى. والله يعطيكم الف عافيه شباب على الدعم بلايك مشاهده وتعليق حلو. بتمنى منكم شباب تعملوا لنا لايك. إذا أول مرة عم تشاهدني اشترك بالقناة ويا أهلا وسهلا فيك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يلا شباب بعد إذنكم لايك وخلينا مع بعض بالتسريبات. أول صورة أولية نزلت معنا يا شباب عنا هي صورة بنسخة البيتا يلي عم صوركم فيها دائما مع بعض سكنات أسلحة. هلا كمان رح نشوفها مع بعض، بس السكن هذا أتوقع إني ما يكون هو بالآر بي شباب. في معنا سكن تاني هلا حيظهر، أتوقع يكون عليه تفتيح باك جات لأني هو طالع من فوق الدروب. خلينا نشاهد مع بعض يا شباب ونحلل ونحكي مع بعض وطبعا نتناقش بالتعليقات مثل كالعاده شباب. طبعا هدول بتقدروا انت تحصلهم بالسكنات المجانيه اللي طلعناكم عليها فيديو سابق، وهلا بنهايه الفيديو طلع لكم السكنات المجانيه بالسيزون التاسع تحصل عليها مجانا بس ترفع الموسم. طبعا اللي ما شاف الفيديو السابق، كمان الفيديو السابق شباب جدا رائع وكثير حلو، فيه معلومات جدا قيمه وفيه تطبيق جديد شباب كمان. طيب مثل ما كنتم ملاحظين عندنا كمان سكن الكار كمان، طبعا ما وضحت مثل العاده مثل ما كنتم ملاحظين شباب. عندنا كمان سكن الكار وفي معنا كمان سكنات وبدلات للار بي 50. في معنا تات سكن يا شباب، شوفوا لي هالسكن شباب، شوفوا لي هالسكن واكتبوا لي تحت بالتعليقات بتتوقع يكون هذا السكن الار بي 100 عفوا ار بي 50 بالسيزون التاسع. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شباب، اهم شيء تعليقاتكم حلوه نناقشها شباب. مثل ما كنتم ملاحظين طلعوا شباب، شوفوا عندنا كمان سكن سلاح. والله ما شوف في كمان لحد الساعه هاي شباب اللي عم بيسألني على تحديث بونت 19 شباب، تحديث بونت 19 لحد الساعة هاي شباب ما اكتملت معلوماته، وأنا إذا فيديو ما اكتملت معلوماته ما بدي أطالعه شباب، مثل ما كنتم ملاحظين. طبعا شباب معنا سكن تاني كمان سكن عادي أسطوري مو ميثك، أول واحد طلع كان سكن ميثك شباب، هذا عنا يا سكن عادي مثل ما كنتم ملاحظين. عنا كمان سكن ميثك، طبعا هذا سكن الثالث. السكن الثالث مشان هيك نحن بنقول بنخول ان هدول هن 90% سكنات الار بي 50 بالسيزون التاسع. طلعوا شباب عندنا دول السكنات الذهبيه، بدي اشوف الاذكياء للاذكياء شباب. طبعا هدول عندنا بالسيزون التاسع بالار بي الزايد. اكتبوا لي شباب اين سكنات هدول، اين سيزون سكن الند، سكن العربي، سكن الخوذه، سكن اللباس، وعندنا الباراشوت. بدي اشوف الاذكياء فقط اين سكنات هدول اللي يظهروا معنا بالار بي الزائد بالسيزون التاسع شباب. طبعا في بعض الاسكنات موجوده لسه موجوده الله حاليا هي عنا، بس في بعض الاسكنات كمان انضافت يا شباب. اكتبوا تحت بالتعليقات راح نشوف. طبعا هذا اللوجو هو للسيزون العاشر، اللوجو السيزون العاشر العادي والسوبر شباب مثل ما كنتم ملاحظين، هذا هو اللوجو للسيزون العاشر. طبعا هذا الاسكن والحدث لهلا شباب انا اسكن والحدث هاد يعني عم نبني عليه امال ما بقولوا. خلينا نشوفه مع بعضنا، نشوف شو هالحدث شو هالسكن. ظهروا معنا ثلاث سكنات في البداية، والله معنا هذا سكن كمان ما بتوقع هذا سكن يكون معنا بالرويال باس لاني عليه تفتيح باك جات وكان قبل شوي بالصورة طالع من الدروب، ما اعتقد يكون في تفتيح باك جات شباب عليه اكيد 100%. طبعا اكيد هلا بعد الايام القريبه القادمه راح يكون في عنا عروض تشويقيه جديده اكيد شباب. عم ننتظر هلا نحن اي عروض تشويقيه جديده باذن الله تعالى راح اطلع لكم عليها وتكونوا انتم اول ناس بتعرفوا عنها ان شاء الله. طيب شوفي معنا كمان سكنات شباب، شو هالسكن، شو هالسكن، سكن الكار. بس عم بكتب لكم الرويال باس، يعني مكتوب الرويال باس، معقول ينزلوا شباب الرويال باس؟ ما بعرف، خلينا نتاكد منه 100% بعدين نجزم الامر ونقول لكم ان هدول هن السكنات اللي هتكون معنا بالرويال باس. طبعا شباب وين مكتوب رويال باس؟ وات ذا هيل؟ والله شباب انا محتار، ست سكنات لحد الساعه هي انهم سكن الار بي 100 ما بنعرف شباب لسه، ار بي 50 عفوا مو الار بي 100، ار بي 50 لسه ما بنعرف ان شاء الله، بس نزلوا تسريبات تكونوا انتم اول ناس تعرفوا عنها يا شباب. طيب شوف معنا كمان سكنات قبل ما ننتقل على السكنات المجانيه بالسيزون الخامس اللي
عفوا السيزون التاسع وين الخامس شباب؟ والله شباب السكنات عم بفكر بالسكنات اخذت عقلي، السكنات اخذت عقلي عم بفكر فيهم. شو هدول السكنات اللي عم بيطلعوا كلياتهم؟ مكتوب عليهم رويال باس ومكتوب عليهم ما بعرف شو، ما بعرف شباب. طلعوا شباب هدول السكنات يكون معنا بالار بي زائد كمان. يكون معنا هدول السكنات بالار بي الزائد يا شباب. عنا هاي الحلي، الخوذة، الشنطة، في عنا كمان عنا سكنات باراشوت، سكنات الباراشوت جد شباب. واو طب الفتح بكجات وتعذر فتح البكجات ما بيطلع له شيء؟ الفتح بكجات شباب ما بيطلع له شيء؟ خلينا نشاهد السكنات المجانية المعنى بالسيزون التاسع يا شباب. طبعا هدول السكنات المجانية المعنى بالسيزون التاسع. اول شيء عنا عدة النظارات، بعدها عنا اللبسة مع القناع مع الشعر، وهلا الباراشوت وسكن السلاح هلا كمان بنشوفهم، عرضناهم بالفيديو السابق طبعا الموجودين معي لهلا، عرضناهم معنا بالسيزون السابق يا شباب. طلعوا شباب عنا هدول السكنات المجانية مثل ماكم ملاحظين. عنا هذا اللباس، لباس كتير حلو شباب جد شباب، لباس كتير حلو. عنا سكن الباراشوت مكتوب عليه سايكل 2، سايكل 2 الاس 5 شباب. السايكل 1 خلصنا منه وحكينا عن الموضوع هذا، هلا بلشنا بالسايكل 2 يا شباب مثل ما كنتم ملاحظين. سكن الام 24، سكن الام 24 كمان موجود معنا ان شاء الله بالسيزون التاسع بالسكنات المجانيه او الهدايا المجانيه بس ترفع الموسم. عندنا القناع كمان مكتوب عليه سايكل اس 5 بس ما هو ظاهر مثل العاده معكم ملاحظين شباب. طبعا شباب انتم اكتبوا لي تحت بالتعليقات اوراقكم واقتراحاتكم. اهم شيء شباب لا تنسونا من لايك من دعمكم الجميل وداني الفيديو. كما معكم هوك محمد تابع قناه مافيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.